كتاب مدرسي رقمي. كتاب المدرسي الرقمي نحن ابتداء من السنة الماضية تم تنصيب وتم اعتماد الكتاب الرقمي مجانا لكل أبنائنا دون استثناء في التعليم الابتدائي، وعددهم كان 5,600,000 تلميذ. كما أن الكتاب الرقمي موجود بالنسبة للمستويات الأخرى، وهذا الكتاب أولا أعطى أريحية كبيرة لأبنائنا كسند تربوي رقمي، وأعطى كذلك دعما آخر لتخفيف وزن المحفظة بالنسبة لأبنائنا في التعليم الابتدائي. وبخصوص اللوحات الرقمية، رأيت أننا شرعنا في تنفيذ تعليمات وقرار السيد رئيس الجمهورية بتجهيز المدارس الابتدائية بهذه اللوحات، وسنجهز إن شاء الله بحوله قبل الدخول المدرسي المقبل قرابة 1,200 مدرسة ابتدائية جديدة باللوحات الرقمية.